الثاني يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً غير السلام، كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام. نعم، يستحب له إذا أتى بقول مشروع في غير محله، يعني هو قول مشروع، سبحان ربي العظيم مشروع بالصلاة، نقول سبحان ربي العظيم، أين نقولها؟ في الركوع. مشروع نقول سبحان ربي الأعلى، أين نقولها؟ في السجود. مشروع نقرأ القرآن، أين نقرأ القرآن؟ في القيام. واضح؟ إذا هذا قول مشروع. مشروع نقول التشهد، أين؟ في التشهد. لو واحد نسي قرأ التشهد وهو واقف، بدل الفاتحة قرأ التشهد، ما تصير هذه؟ منو صارت فيه؟ لا تستحون، عادي، ما شاء الله. طيب، هذا الإنسان ينسى، يقرأ التشهد وهو قائم، أو يقرأ الفاتحة بدل التشهد، أو في ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى، أو في سجوده يقول سبحان ربي العظيم. يعني هذا وارد، النسيان وارد على ابن آدم أنه ينسى. يقول إذا أتى بقول مشروع، هو مشروع في لكن مو هذا مكانه، إذا قال في غير محله سهوا غير السلام، لأن السلام إبطال للصلاة، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم خروج من الصلاة. طيب، يقول كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام، كل هذا فإنه يسجد للسهو. نعم، ويستحب له ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هذا عام، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم.